أيها المشاهدين المحترمون، هيدا المسلسل هو مؤلف من الألف للياء، فإذا صدفت وطلع اسم حدا منكم بيشبه اسم شخصية فما ياخدها شخصية، ولأنه مسلسل واقعي فكتير وارد يصير هالشي. يعني بالعربي نحن عم نرفع مسؤوليتنا تجاه كل من يظهره التحقيق متورطا، إن كان بحضور المسلسل هو وقرايبينه وعموم العائلات في الوطن والمهجر، أو سمع أو قري عنه، فاقتضى التوضيح وسامحونا. بك يا زلمة، مخبرينك كل شيء؟ كيف يعني مخبرينك كل شيء؟ ما كنت استحل التليفون او مساج من حدا منهم هيك لحس انه في حدا عم فكر فيه. شو يعني؟ بروح بتوظف وظيفه وبشتغل تحت ايدين العالم وانا عندي مكتب تاكسي باسمي؟ يلا لكن نفرح منكم. بليز جيب السلولار وحكي شرفوني لو انا مريضه بليز. ايه ليه انت ما بتعمل له سبونسر؟ نجمه تاكسي تقدم. مس شريف ليه ما بترد عليها وقت بتلفن لك دخلك؟ انا دقيت لها سالي رجلي. مزبوط؟ اكيد مزبوط. احنا شيء بنقوله مزبوط. بس ماما مش طابخة، كل الحي مش طابخ. بحس انه كان هيك في شيء مخبي علي او انه هيك غامض. بالنسبة لموضوع إدارة الأعمال وسبونسر، أنا عند الحل ما تحت الهم. قلت له مش فاضي، شو الحياة كلها شغل؟ بيطلع له الواحد يشوف وجه ربه. إيه بس إذا شغلة ضرورية خلص من أجل ظهرتنا. هلا هي ضرورية أوكي، بس إنه كرمالك بأجلها وبأجل بيها كمان. لا عن جد روجي بليز، شغلك أولوية. أنت أولوية. وعدتك بدنا نظهر. طيب نأجلها لبكرة. اليوم يعني اليوم ونقطع السطر. طيب مثل ما بدك. أصلا أنا حجز على الساعة 4 بكير بعد شوي. طيب بدك نشرب شي بهالوقت؟ إيه أوكي. شو عبيلك؟ قهوة. قهوة. شو عم تعمل؟ انا عم شوف اذا منزل شي ابلكيشنز جديد على التليفون. إيه بس هيدا شي ما فيه تعدى على خصوصيتي؟ ليه ليه بيناتنا في اسرار حياتي؟ ليه شو في بيناتنا روجي؟ كيف شو في بيناتنا؟ بيناتنا في كتير اشياء. مثل شو؟ انه انا وياكي عم نظهر سوا عم نتشارك الاشياء وهيك وبس روجي وبس، وهيدا البس ما بخليك تفتشلي بتليفوني. شو بدك هلا؟ انت شو بدك؟ العين مفتحة علينا هاليومين، كنا نعمل معاملتنا بالبنوكي على التليفون، إيه هلأ كل معاملة بدها معاملة ومية سؤال بيسألوك. شو يعني؟ يعني أنا برأيي نطول بالنا شوي.
أنا رأيي تجرب تشرعن هالمصريات ما يكون فكر إنه نحن وحدنا بالعملية. والله عم جرب يا أستاذ. شو أخبار هالولاد؟ الحمد لله منيح، بيسألوا خاطرك. بس عندي هذا صغير شوي حمار. مش حمار بس مقشوط شوي. بيو حمار. بيو حمار. ولو يا أستاذ ليش؟ لأنا عم بسألك عن هذا الولد اللي بيغني وصاحبه. لك شو بدك فيهن هودي؟ عندي فكرة يمكن تشيلنا من هالجمود اللي فيه. شو هي هالفكرة؟ رامونا بتعرفي شي وين الريموت؟ شي محل حد يكون هيك. رامونا بتعرفي شو اسمه بحطوه هيدا البروجرام تبع الدايت؟ لا ما بعرف. انا بعرف انه اليوم بس ما بتذكر اي ساعة. انت ما بتعرفي؟ شوفي ضايجة. من شو؟ ما عم شوفه لشي. طب بركي مشغول. هو هيك عم بقلي بس انا حاسة في شي تاني. انا شو بدي يكون فيه يعني؟ حاسة انه ما عرف احدا تاني. شريف؟ ايه شريف شو ناقصه؟ لا ولو شريف عاقل بعدين هو مغروم فيك. ما تخاف الا من البحر الهيدا حبيبتي. ما بعرف شو بدي اقول لك. انت زبطة معك هاليومين؟ ايه روجي عم بتلفن اكتر وعم بيهتم اكتر ومساجات وعم نقدر اكتر. بس بعد ما نطقها. شو هي؟ كلمة السر. اي كلمة سر؟ افتح يا سمسون. عزيز اقعد شوي. خير سيدنا. ليك اجانا اخبارية انه في كمية كاش كتير كبيرة فاتت على البلد. كتر خير الله سيدنا، لانه هالفترة كتير الناس عم بتنق، ما في مصاري ما في مصاري. عزيز ارجوك فتح مخك معي شوي. هيدي المصاري هي مصاري غير شرعية، يعني بده يصير في عملية تبييض اموال كتير كبيرة عن قرب. يا دعان ما انبسطنا سيدنا. بس سيدنا نحن شو خصنا؟ هيدي شغلة البنوكي. اجينا كم اسم لازم نحطهم تحت المراقبة، بس اشخاص كتير اذكياء، وبنفس الوقت لازم نكون نحن كمان كتير اذكياء. فهمت علي؟ ولا شو هالبرمي كليتها سيدنا؟ انت ما عم تقول انه عندك اسامي؟ منبعت وراهم ونفلت عليهم باب وعباس بيبقوا كل شيء من الطقطق. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ايه نعم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. عم تحكيني من رقم لبناني؟ يعني حضرتك هون عم قول ليش البلد منور؟ اي متى شرفتونا؟ هيدا شرف كبير لإلي اني يكون اول الناس اللي بتتصلوا فيهم. ايه شو بدنا نخبرك يا شيخي؟ بدنا نخبركم انه من خيركم فتحنا مكتب تاكسيات عقدنا، وبتعرف المصلحة مصلحتنا. ايه وهون حد العيلة والرزق على الله. ابدا ابدا. زبون؟ شو زبون؟ انتو اصحاب المكتب يا شيخ، ونحن ما قلنا شي بوجودكم نهائيا. بأي اوتيل نزلين؟ طب وين الريموت؟ وين دخلك هلا؟ كنت عم بحضر. يا حو ريموت بتقعد بتحضر تلفزيون على رواق؟ وبليز خليني اخلص بايدي وبعدين بقعد بحكي معك قد ما بدك. هدي ما بدي اقله. دقي له. وليه هو ما بدي اقله؟ منيح دقي له. انت شو فيها؟ طيب شو بقول له؟ قلي له اشتقت لك وبدي اشوفك. وليك؟ ايه ما بعرف. الو اي بابي خبرتها للمام؟ خليها هي تخبرك. يا عمي معاشي ما عم بيقديني. ليك باب اذا تعطيني اياهم وتربحني جميله ما بدي اياهم من الاساس. ما نزلين ما بدي شيء. اوكي باي. رمونا زهقانه بدك تروح على السوق. هيك زينه عن جد اللي عم تعمليه ما بجوز. شو عم بعمل؟ لا عم تعمليه. شو؟ انه معقول يعني تصرفي معاشك كله وبيك بيعطيكي قدهم تصرفيهم وبتضلك بسوق بتضلك بتنقي؟ اذا حدا قاله معاشي يجي اخده.
جينا. نسوا انا اعطيتك مصاري؟ مظبوط. ولا مره رديتي لي شيء منهم؟ ولا مره رديت لك كمان؟ ولا مره. وكل مره بتقولي خلص اخر الشهر. يا خلص همونا اخر الشهر. خميس خميس انت فين يا؟ الف الحمد لله على سلامتك يا معلم. انت خرجت امتى؟ خرجت منين يا منيل؟ مش دخلت السجن؟ اخرس ربنا يبهدلك. انت ناوي تعمل لي سمعه ولا ايه؟ خش هات لنا كرسي نقعد عليه. سيبت ركبي. الله يسيب ركبك. اتفضل يا معلم. مش القصد يا معلم. وبعدين تعالى هنا. مين اللي قالك اني دخلت الزفت؟ سمعت ناس بيقولوا ان البروس جه واخدك ودخلك السجن. سجن ايه يا غبي؟ العساكر جم وبكل احترام قالوا لي يا معلم انور سياده اللواء عايزك تروح عنده المكتب تشرب معاه في خلاص. هعديها لك المرة دي. بس حسك عينك حد يعرف انا كنت عندي سيادة اللواء بعمل ايه؟ اصله سر. خلاص بس ما قلتليش كنت عنده بتعمل ايه؟ زي ما انت عارف البلد بعافية شوية اليومين دول والارهاب ما بيعرفوش حد. فسيادة اللواء بعتلي علشان اساعد رجال الامن. ربنا وفقك يا معلم وتنظف البلد دي من الاعداء. وطي صوتك. المهمة سرية ومش عايزين شوشرة. وانت لو مؤاخذة هتساعد الامن في ايه؟ بامية. مش قلت لك غبي؟ امشي نجرع من لنا كوبايه شاي. غبي غبي. شريف سنه من اول ما وصلنا وانت حايص. اذا هالقد مزعوج انا؟ أنا حايز؟ لا ليه عم بقولي هيك؟ لأنه سنة من أول ما وصلنا ما وقفت تطلع بالساعة. عندي موعد وما بدي أتأخر عليه. بس خلص خلص أوكي. هيك منيح؟ ميرسي على ما بيسأل عنك اسأل عنه. إن شاء الله ما أكون زعجتك بالتليفون وبالظهرة كمان. زعجتيني؟ بالعكس ليه عم تفكر هيك؟ ليه عم فكر هيك؟ لأنه أنت كنت حكيتني وشفني لو ما أنا دقيت لك. إيه بس هيك على السريع؟ أنا بفضل إنه نقضي وقت أطول مع بعض، وقت كتير طويل. بتعنيه من شريف؟ بعنيهم. وأنا إذا بترجع لي شغلة بقضي كل العمر معك. أنت أغلى شيء على قلبي. أنا شاملة، فكرة إنك عم تهرب مني وما بدك تشوفني. لا حياتي بالعكس. بس أنا عندي هذا المشروع شغل لي بالي، أول ما بيمشي حاله برتاح. أوكي، قبلت. بس أنا ما بعرف شي عن هذا المشروع. هلا ما فيي خبرك بس صدقيني انت اول حدا راح يعرف. اوكي. زينة بليز ما تخبري روجي. عن شو؟ عن المشروع. هيدا المشروع ما بعرف شي عنه. بكره بتصيري تعرفي. اوكي. بدك تشوفيها اذا خبرته. واحدة بصير فيها خربانة بيوت. اوكي. زينة. اوكي قلت لك اوكي. أنا رفوت على التواليت وارجع اجي وصلك لأنه ما بقى في اتأخر على الميتينج، أوكي؟ أوكي. يلا. زينة. أنا. ماما. 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 ماما 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 نجمة 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 نجمة. حنون، أنا اليوم عم بطلع على الإنترنت
شفت انه نهار الاحد طقس حلو، جهز لي هاليخت عبالي اعمل كزدوره. خمس دقايق هلا بحكي الشباب يزبطوا المسائل. لا 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 لا، خلي الشباب يجهزوا اليخت وانت زبط المسائل. ما فهمت. غريب، ليه ما فاجأتني حنون؟ حنون المسائل، المسائل يعني الفواكه والمشروب واللحم. اللحم، اللحم الابيض المتوسط. استاذ وين بدك الشقفه، من البطن ولا من الباط؟ من الراس حنون، من الراس اللي بايعه ومأجره. والله يا استاذ مش عم بفهم عليك. انت شو كنت تشتغل قبل ما تجي لعندي؟ امبريزاريو بسوبر ناتي كلوب. ليه؟ وما لزق عليك منه شيء من هالمهنه؟ ولك هلا فهمت عليك يا استاذ. ما تاخذني يعني، بس اول مره بتحكي معي بهالطريقه. ولا يهمك استاذ، هلا انا بزبط لك الموضوع مثل العادي. لا 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 لا، مش مثل العادي ابدا، لانه اللي عم بتجيب لي اياه هون كثير مدهنين، عم بيعلوا لي الكوليسترول. اخر وحده جبت لي اياها قد 6. بعدين حنون، ما حسيب انت مزوي وعينك رفيعه. والله عجبتني هي يا استاذ، لحم الابيض المتوسط. استاذ من يومين تعرفت على واحد عنده أجانس جديد، وعنده كتير من هودي البنات اللي بيحبوا يبينوا مواهبهم، هودي اللي الفن بدمهم استاذ. ايه هيك بدي اياك من الاول، مش مثل هيدي اللي جبت ليها اخر وحده، جمال باشا كان يظهر معها. مرو، وين البنت كانت معي؟ فلت لوين فلت؟ ما بعرف. ليه تعال لك هذا العصير ما شربت منه شيء، ها بعده مثل ما هو. هدي تشوف قد بدك مني. خليه علي. لا لو خليه علي. طيب مرسي مرو. شو حبيبي خلصت؟ ايه شبعت. طيب قوم غسل تمك وايديك يلا بسرعه تقبرني. ممكن فيها ماما بس ناكل من غسل تمنا وايدينا، يلا غسل ايديك بسرعه. الو كيفك؟ ايه جاي. راشد بعده بالشغل وللوس رح ينظرني عند الجيران. ولك ما انا حايصة اكتر منك. ولك جاي. باي. شو حبيبي غسلت ايديك؟ برافو عليك. ليك انت هلا رح تروح عند سيرينا وبتضل عندهم لانا ارجع. اوكي انا مش مأخرة. لوين رايحة؟ ما بقدر اقول لك ماما، مش هلا، بس روح انت سيرينا دق لبابا وتقول له انا لوحدي. سامع؟ انا ما رح اتاخر. اوكي ما تعمل لي وجعه راس للوس. أوكي. البابا كثير مشغول، ما تدق له. أوكي. يلا روح تقبرني. اوكي باي باي. يا طب روقي حبيبتي، روقي وخبريني شو صار. طب هدي حبيبتي. طب من الاول اوكي، تلفنتي له لشريف اجى اخذك صح؟ ايه لوين رحتوا؟ انه حدا انتهى بحياته. شريف انت اكيده؟ شفت بعينه مره تصدق مين رامونا. شرفنا حضرتك، اكيد الشغله كثير كبيره. هيدي اوامر الاستاذ، لو رجعت لي شخصيا كنت شطبت عليكم من زمان، من بعد ما فشلتوا باول عمليه. قيه في افهم ليش انت بتكرهنا هالقد؟ بكرهكم؟ اكرهكم حبيبي، انا مش شايفكم اصلا. طب مش ممكن تعطينا فرصه؟ برجع بقول لك هالموضوع بيد الاستاذ، بس انتوا شانسكم طيب، ما بعرف ليه حاببكم هالقد.
بركي الاستاذ انه شايف عنا مؤهلات. مؤهلات؟ مؤهلات مين يا ماما؟ مؤهلات مين؟ حضرتك من السابق لسيكي والحق لي هذا صاحبك عازف الليل. عفوا استاذ هيدي ضحكي بس. طيب باش شو المطلوب منا؟ بفتكر تليفوناتنا مراقبه ونحن اكيد مراقبين، رح اعطيك العنوان وسلم عليك وفل وانت استدل على العنوان ودبر حالك، بس ليك اياك التلفن اللي سامح؟ لا ولا هو اكيد شو ولا هو ثاقبت انتو ما بتعملوها. هيدا كارت ولا بكريت. اوعى التلفن. نجمة؟ لا ما بصدقني. وي ما ترك موبايله على الطاولة. فكرتك انت لما كنت تقولي لانه رجع كان يسرق لك تليفونك، رجعت قلت عيب شرط قلت مبلا بدي اتطمر كنت رح جن. وشو لقيتي؟ ده لا مش 20 مرة وانا مرة بياكلوا نجمة 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 نجمة. ما بصدق نجمة. شفت لي هرب وقت اللي افتتحي التاكسي شفتي؟ اه مزبوط هيها على ما واقع. ما هو ده هيها ما بقى تجي لعنا كمان على الصبحيه نجمه. مش ليك وبطل يجي لعنا وبطل يدق لي. شو عم صدقي اصلا؟ بتتذكري لما قلت لك طلع جيب لك ثلج من عند نجمه وشفته هو رجع عم يشرب كاس عندهم؟ بتذكري خبرتك انت لسه قال عني المزوق. ايه انه هلا اوكي فهمنا روجي طالع يزور بيت عمه، بس انه شريف انه عم بيشرب كيس عنده من وين لوين هالخشبوشيه يعني اصلا؟ انا كنت مريضه بدل ما يجي يشق علي طالع يشرب كيس عند حبيبته نجمه وما لي ما تخبري روجي على خرابين بيوت. شو طلعتي هبله يا زينة؟ طلعتي هبله؟ عمي روقي شو ذنبك انت؟ خلص كان لازم اعرف، كان لازم اعرف من اول الافتتاحيه كان لازم اعرف انه في شيء غلط. طيب روقي حبيبتي روقي تعال. ما هو بالأخلاق إنه أنت شو خاصة؟ نجمي. Bonjour. أهلاً تفضل. تفضل. Je voudrais un taxi s'il vous plaît. Oui. Oui 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 taxi c'est moi c'est moi c'est moi. Est-ce que je peux prendre un taxi à Brumana? À Brumana, c'est très joli, Brumana. Combien je vous dois? Regarde, moi avant, je parle français très bien, comme un rossignol. Mais maintenant, j'ai oublié. Non, non, ça va, ça va. Combien je dois payer de l'argent? À l'argent? L'argent, ce n'est pas tout, mon ami. L'important, c'est l'amour. Ben, écoute, moi, je te parle de taxi et toi, tu me parles d'amour. Il y a quelque chose qui cloche, là. لا 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 خبصنيها. Pardon pardon. Je ouvre un dialogue. Pardon. Combien je dois payer à Brumana? $50 à Brumana. Écoute, c'est cher. Non mon cher, ce n'est pas cher. L'essence demain, futur, l'essence qui vient au Liban de la terre, le taxi à Brumana $5. Il est fou celui-là. لك شو هيدا؟ ما بعرف يحكي فرنساوي. بأغرب متواضعة لأحلى وردة بحياتي. ميرسي. شو هالاستقبال الحلو هيدا؟ عن جد في لهفه رائعه. قلت لك ميرسي. شو عم برقص؟ لا مش ضروري انه اذا مش طيقتيني فيكي ما ترقصي. لا طيقتك. واضح مبين على وجهك. كل واحد بيعبر على طريقته. بتعرفي رمونا طريقتك كثير فيها ما بعرف ليك ما نغلط ببعض، اوكي؟ شو بتحب تشرب؟ ماشي. شو بكي؟ ماشي. إذا بدك بفل
تقتل. بس ليك يا رامونا، بعرف انك مش طيبتيني، بس شو ما كان السبب ما راح اسمح لك تزليني. روجي ما تفل، بليز ما تفل. حاتم الأشقر الملقب بأبو ربيع متهم بقتل مرته وأخلى سبيله بموجب عدم كفاية الأدلة، محكوم بعدة قضايا مخدرات ودعارة وتعدي بالضرب ومحبوس كذا مرة. لبيب حنينه الملقب بالحنون، سوابق بسيطة، دعارة، مخدرات، مش محبوس ولا مرة، سريع متهور وعنيف. عزيز ضوي الضوء. في عنا الراس الكبير، بيقولوا انه هي شخصية عامة إلى مركزها ومكانتها، كرمال هيك الأسامي اللي وصلتنا أي غلط بيصير معها ممكن تؤدي لأزمة بالبلد. كرمال هيك نحن هلأ حنشتغل على الأسامي الصغيرة حتى يوصلونا للأسامي الكبيرة. واضح؟ واضح سيدنا. بس صغار؟ شو صغار؟ هيدا أبو ربيع لوحده بده فصيلة، يخرب بيته منه بولدوزر. بعدين الحنون، فكرك ليه سموه حنون؟ عزيز نعم. نحن من أنت منخاف؟ لا سيدنا نحن ما منخاف، بس الحذر واجب. على كل حال أنا حضرت خطة، بتمنى اللي موجود بالملفات يبقى سري وما حدا يطلع عليه. ها نرجع نجتمع مرة تانية ونحكي. يعطيكم العافية. الله يعافيك سيدنا. شو كيفة؟ زعلانة روجي. نعم. معلش إذا ما ظهرنا اليوم، ما بدي أتركها هي بهالحالة. إيه أكيد، ولو إنه منضل قاعدين هون شو المشكلة؟ إذا بدك من ظهرها تغير جو. سألتها ما بده. طب ليكي خبريني، إنه ليه تخانقوا يا شريف؟ مش تخانقوا، تركوا. ليه تركوا؟ بركي ما اتفقوا أو شيء، ما بعرف. بشرفك شفت اثنين متفقين أكتر من شريف وزينة؟ كانوا متفقين وبطلوا. شو السبب؟ يا رجل الموضوع شو حساس، يعني ما بقدر خبرك. ايه ليه ما بتقدر تخبريني يعني؟ كل شيء بقدر لك اياه انه شريف عنده حدا تاني بحياته. شو؟ شريف؟ مش معقول. ايه انا هيك قلت بالاول. انتوا اكيدين؟ 100%. يا عمي هذا شريف مضى كل حياته معي. وانا اولى مش عم شوفه مثل قبل هالفتره. شفت؟ ما انه معك وما انه مع زينة، مع مين بده يكون؟ مين هي بعرفها؟ روجي ما تحرجني، عن جد ما بقدر اقول اكثر من هيك. لك شو هيك يعني؟ في شيء اكثر من هيك انا ما بعرفه؟ شريف معقول؟ ايه هذا اللي صار. شو؟ معقول شريف صار يعرف يكذب ويمرقها من ورا داره؟ هيدا اللي كان كيف مع بنتي روح لعندي يسألني شو بدي يقول لها؟ شريف عم بقطع من ورا ظهري اشياء. صدمتيني رامونا. اذا انت انصدمت كيف حال هيدي المعطره اللي جوا؟ رامونا بدي اعرف مين هي هلا. روجي عن جد ما تحرجني، ما بقدر اقول. رامونا مين هي قولي لي. ما بقدر اقول. هيدا نجمه. نجمه؟ مين نجمه؟ نجمه مرت عمي راشد؟ ام اللوس؟ لا. ليك شريف، من الأول خلينا واضحين، أنا ما بحب الغموض. أنا كتير واضح. عال، لكن ليش كل ما بدنا نشوف بعض بدنا ندق مشوار عائلة؟ أوكي عمي روجي صاحبي، وما بدي إياه يشوفنا سوا، بعدين ما بدي حدا يشوفنا هون ويروح يخبره إن نحنا كنا سوا. شو قلو معك؟ هلأ روجي صاحبك ولا لا؟ لا هو صاحبي بس إنه. بس شو؟ ليك شريف، أنا هلأ مديرة أعمالك وعم دبر لك حفلات،
وهيك شغلة ما بتتخبى. لأنه رح خبره بس مش هلأ. لازم أعرف كل شي عنك. أنت بكرة بتنشهر والصحافة شو ناطرة؟ ما بدي بكرة يفاجئوني بأخبار عنك بالصحف والمجلات. ما بدي بيخربوا الدنيا. لازم نكون مستعدين لكل شي. لا هو ما في شي يعني، بس أنا كان في شغل بيني وبين روجي وما بدي إياه يفكر أنه أنا بطلت بدي أشتغل معه. بس لما تبلش جديا بهيدي المهنة ما فيك تكفي شغل مع روجي. ولك إذا ضبطت معي ببقى بخبره. ضابطة، كل شي ماشي تمام ومثل ما بدنا. دبرت لك سبونسر مدهن، هو رح يعمل لك الأفيشات والإعلانات. دبرت سبونسر؟ مدهن. اسم الله عليك لحقتي. طيب هيدا سبونسر المهم المدهن. المدهن شو طالب بالمقابل؟ ماشي، بس بده يكتب انه برعايته ويعمل دعاية لقله ولقلك بنفس الوقت. حلو. ولك يا نجمي انت ما في مثلك. شغل شغل، وانا هلأ حصتي من المدخول لازم تكون اقل شي 30%. بس مش كتير شوي؟ كتير؟ كل هالركض والمعات والمقابلات عمي مش كتير عليك. كتير علي انا عم دبر لك حفلات بتطلع فيه ونقد اللي كنت تطلعهم على 3-4 مرات. بعده كتير؟ عم تحكي جد؟ شو عم نلعب؟ انا يا شريف انا عم بدق فيي. بسيطه يا شريف النحس، بسيطه. روجي معلم روق شوي بليز، خلينا نفكر شو لازم نعمل. اوكي انا بقلكم شو لازم نعمل. انا بقلكم لمين عم تلفين؟ عم دق له اسكتوا. والبخشيش بالنص، انا وياك النص وصاحب المطعم النص. هيدا روجي. الو ايه روجي؟ ايه الو، وينك يا زلمه؟ انت وين؟ انا بالقهوه يا مورو. اعطيني واحد قهوه بسرعه. ايه ما قلت لي انت وين؟ انا ظاهر مشوار صغير. لوحدك؟ لا شو لوحدي؟ انا وزينه. انت وزينه. ايه ليك يا زينه، حدك بدي احكيها عمو المعروف. لا يا حي فتت على التواليت. الو بطاريتي باي. لك اني معه انا بدي اطلع اخبر راشد. والله بيروح فيا راشد. يا عمي روقي يا زينه، القصص ما بتنحل بهالطريقه. وكيف تنحل ست امونه؟ الجمره ما بتحرق الا بمطرحها. معك حق. مش عم صدق. لو فيي اتكمش بخوانيك. لا عن جد انا مش عم صدق. احنا انه نجمه انه اوكي عند اخبارها هي يعني، بس ما توقعت توصل لهون خبريه. نجمه عند اخبارها؟ لكن مبين عليها قبل؟ لا ولو بس انه بلا كان مبين عليها انه مره تركي ابنها وجوزها وبيتها وديرها كل نهار سيارات الصبح. شو بدي اطلع منها؟ هيدي عملت وهيدي سويت، هتقري كلهم تتخفي تصرفاتها هي. لا هو شريف يا عمي هالاسم شو مش لبق له. بس انا الحمار، انا الحمار، كيف ما اكتشفته من قبل؟ لانه انا طلعت كثير ذكيه وبقول لي عم بحضر مشروع كثير كبير وما تخبري روجي. شو عم بعمل يا زينه؟ طيب انا هلا شو المطلوب مني؟ تنزل تتصور كم بوز للافيشات. حلو، بس هيدا سبونسر المدهن. هيدا سبونسر المدهن هو رح يدفع كل شيء؟ هو رح يعمل لك الافيشات والبانويات والدعاية وعم طبقه يعمل لك سيدي وفيديو كليب. عم تحكي جد؟ اذا هو ما قبل من لقي غيره. انت لقطة، انت فنان ناقصه الفرصة. الله يخليكي يا ست نجمة. نجمة ما في تكليف بيناتنا. الله يخليكي يا نجمة ويخليلك للوز. بس انا في شغلة ما عم بفهمها. هيدا سبونسر انه عم بيدفع لي مصاري ما بده يشوفني؟ ما بده يحضر لي شي حفلة؟ ما بده يعرف أصلاً إن صوتي حلو؟ لشو؟ كل هيدي الأشياء تنوية وبلا طعمة. إذا الدعاية مكثفة والإعلانات معباية الدنيا، وخصوصي إذا لقيني لك شي لقب مهضوم، ساعتها ما بهم إذا صوتك حلو. المهم إنك بدك تعمل فنان ومستقتل. للمستقتل مستقتل.
انا وسبونسر اقتنعنا بموهبتك حتى من دون ما نسمعك، شو بدك احسن من هيك؟ ماشي بس المهم يكون جدي. جدي على الاخير، ومن هلا بلش يفكر لك بموضوع الفيديو كليب. معقول شو طلعت هبيلة؟ ما تقول هيك يا روجي، وانا انت مش اول واحد منغش بالعالم. بس هيدي عشرة عمر، انا وعيت عالدنيا في شريف، معقول ما اعرفه؟ طب بركي صار معه شي غيره، مو بعرف. هيك الانسان بتغير بين ليلة والتانية؟ بس لا، الحق علي انا اللي كنت مغشوش. عيش طول حالك، انه اذا انت انسان صادق يعني وعندك اخلاق، مش يعني كل الناس مثلك. انت بتشوفيني هيك؟ الو ناظم، اللي ما دقيت لي على الموبايل. لحظه بليز، قبل اذن رجعتك بليز. ليه ما دقيت لي على الموبايل تبعي؟ لا ما تعطي الهم كنت رديت، لانه ماني قاسم تهونيك عام. شو اللي عم بحكي معك هيك؟ ناسي انت كيف حكيت معه وترحت عندك على المكتب؟ ما بعرف ناظم، عن جد ما بعرف. طب فينا بليز نحكي بعدين بالموضوع؟ بعدين ناظم بليز. اوكي مثل ما بدك. روجي شو؟ كيف طالعين؟ بياخدوا العقل، طالع شب حلاوة ما اشبك شي. يعني زبطين الأفيش؟ كتير منيح، في كم صورة عم ننقي بيناتهم. شو بعد ناقصنا؟ هلأ عم نظبطهم على الكمبيوتر ومنوديهم عند واحد شغلته الأفيشات ليظبط الألوان ويطبع الصورة. بده كتير وقت؟ بعد ناقصنا كم شغلة. ما تشغل راسك، نحن عارفين حالنا شو عم نعمل. مش عم بقدر صدق، يعني قدي بدهم وقت تقريبا تيخلصوا؟ الشغلة كتير سريعة، أكتر ما بتتصور. يعني غمض عين فتح عين بتلاقي صورك معباية الطرقات. الله، الو ايه روجي شو في؟ هلا بتعرف شو في، نزال عايزك ضروري. هلا يا زلمه بعد بكير ولو؟ انا تحت البنايه عندك، ما تتاخر. طيب خلص اوكي. روجي روخيه شو في قبل الضوء؟ هلا بتعرف شو في؟ شريف شو هيدي؟